برميل الغاز بيش تشتروا انتم بيش تبيعوا؟ والله ناخذ بالجليكان، نحن جليكان ناخذه ب 10 ب 11 نبيعه ب 12 ب 13 حسب ما يعني اللي يجيب لنا ناخذه من عنده. منو يجيب لك الغاز؟ والله مدنيين. يجيب لك بالبرميل؟ لا لا جليكان، يعني بالجليكان. كم جليكان يجيب لك؟ يعني تقريبا واحد اثنين ثلاثة، يعني مو سوى. ايه يعني هم موظفين لو مواطنين؟ لا لا مواطنين، لا موظفين ولا ابد. يجيب لك الجليكان؟ يجيب لك ايه يجيب لي بالجليكان. بعض مرات يعني من تستلم الحصة وينطلق الغاز يعني يجيبوا لي بالحصص، يعني مع الحصص مالهم يجيبوا لي اياه. وبنزين عندكم حاليا؟ بنزين حاليا عندكم؟ ايه عندنا. ليش الجليكان البنزين؟ والله الجليكان عم نبيعه ب 12 ب 13 نحن ما عندنا سيارة نفول بها، فعاد نشتري من المواطن. ايه وفعاد هم يجيبوا لك بنزين ويبيعوا لك؟ ايه طبعا. ليش يبيعوا لك الجليكان؟ والله يبيعون الجليكان ب 12 ب 13. من يجيب لك البنزين؟ يجيب البنزين يعني اهل التاكسيات يجيبونه. بالنسبه للفقير يعني ما يقدر يشتري الغاز ب 18 او ب 17. هو الفقير يشتغل يوميته 10,000، يعني يشتري غاز لو يشتري زيت، يعني صعبه. الله يعين الفقير ان شاء الله. هذول اللي يبيعون على الطريق جليكانات، منين يجيبون الغاز؟ والله غير اكو احد يمدهم، لان انت كل ما تقف يم بايع متجول اللي بالشارع اذا تقول له اريد 1000 لتر يقول لك عادي اوفر لك 1000 لتر. زين هو منين جاي يجيب الغاز؟ واحنا بالنسبه للبطايق اللي يوزعونها مال الغاز، ليه هسه ما استلمنا حصتين؟ والحر مقبل، يعني البرد طلع هسه، يعني الغاز ما راح تستفاد منه شيء. هو المفروض يعني يوزعون الشهر بشهر، واحنا نطالب من سيادة المحافظ انه ينظر هاي العالم كونه هو مسؤول عليها يوفر الغاز متطلبات الحياة، لان الشعب المواطن الموصل لي هسه يعاني، يعني من الغاز يعاني من ضيق بالمعيشة. هذا غاز الابيض ب 17، الغاز وايل ب 15. البنزين السرى الامه مقلوبه. عندك غاز في البيت؟ لا والله ما عندي. شلون تقضيها؟ والله الله موجود ما ينسى احد. تشتري تجاري؟ اي يعني نشتري تجاري. اللي كان بيش اشتريته؟ 17. 17. اي والله. ومن يخلص ام راح تشتري؟ من يخلص ام تشتري مرت له، ويخلص وتشتري. هذا الشتاء كله مرتين استلمنا. ما استلمنا بعد. والباقي كله سوق سوداء؟ والباقي كله سوق سوداء، من غاز وايل السيارة إلى غاز الأبيض مال البيت، كله سوق سوداء. ماكو هيك شيء. أنا عجل على ايش بلد نفطي؟ شو ما محصلين شيء من النفط هذا.